والله في عدة صور لشرط التحكيم. عدة صور لمين؟ لشرط التحكيم. الصورة الأولى أن يرد شرط التحكيم كأحد بنود العقد. كأحد بنود الإيه؟ العقد. بمعنى إيه؟ هنفترض على سبيل المثال، هنفترض على سبيل المثال إن ده عقد مبرم بين طرفين، عقد مبرم بين إيه؟ طرفين، الطرف الأول والطرف الثاني، إنه في يوم كذا زي ما كلكم عارفين طبعا. هذا العقد مكون من 20 بند، مكون من 20 بند. البند رقم 18 بيقول إيه؟ بيقول إن كل نزاع ينشأ بين الأطراف بمناسبة أو بسبب هذا العقد أو بسبب تنفيذه يتم فضه عن طريق الإيه؟ التحكيم. ده يعتبر إيه؟ شرط إيه؟ تحكيم. يبقى الصورة الأولى أو الشكل الأول من شرط التحكيم هو أن يرد كأحد بنود الإيه؟ بنود العقد. دي الصورة الأولى. مفهوم الكلام لحد دلوقتي يا جماعة ولا؟ طيب الصورة الثانية، جينا عملنا العقد، عملنا مين؟ مكون من 20 بند، ونسينا نحط شرط إيه؟ شرط تحكيم أو الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذا العقد، وخلاص العقد تم توقيعه والدنيا تمام. ممكن نيجي ورقة، خلي بالك، ورقة مستقلة تانية، ورقة إيه؟ نجيب ورقة مستقلة تانية بعيد عن الإيه؟ عن العقد، ونكتب فيها شرط إيه؟ شرط تحكيم. شرط مين؟ تحكيم. هنا يبقى اسمه شرط ولا مشرطة؟ يبقى اسمه شرط، لأن النزاع لم إيه؟ لم يقع. إحنا جينا عملنا العقد وبعد سنة قلنا إيه وإحنا قاعدين مع بعض كده، طب والله افرض حصل بيننا نزاع، إيه رأيك نيجي نعمل شرط إيه؟ تحكيم، أو بنسميها وثيقة إيه؟ وثيقة التحكيم. فده ممكن معناها ان شرط التحكيم ممكن ان يرد كأحد بنود العقد، وممكن ان يرد في ايه؟ ورقة مستقلة. ورقة ايه؟ مستقلة. ده النوع الثاني او الشكل الثاني من صور شرط التحكيم. النوع الثالث او الشكل الثالث، قال لك والله ده ايه؟ عقد. ده ايه؟ عقد. هنقول برضو 20 بند، برضو البند رقم 18، ان كل نزاع ينشأ بمناسبة هذا العقد او بسببه او بسبب تنفيذه او تفسيره ايا كان، يتم فض النزاع عن طريق قواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، او قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس الاي سي سي، او قواعد اتفاقية نيويورك، أو قواعد محكمة لندن، أو قواعد اتفاقية فيينا. هو أنا كتبت شرط تحكيم ولا ما كتبتش؟ ها؟ أنا عملت إيه؟ أنا أحلت إلى قواعد مؤسسية. قواعد ايه؟ مؤسسية. خلينا في الجماعة اللي عندنا هنا، انا كتبت والله لو حصل نزاع يفض عن طريق مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي. اي واحد مش متخصص هيقولك ده مش شرط تحكيم، لكن المتخصص يقولك ايه؟ يقولك ان العقد قد احال في تطبيق فض النزاع الى قواعد كذا كذا. فنرجع لقواعد المركز. المركز له لائحة ايه؟ أساسية. له لائحة ايه؟ أساسية، زي القانون بالظبط بالنسبة للمركز. نبص للايه؟ للقواعد دي. هل القواعد دي فيها ان فض النزاع يكون عن طريق التحكيم ولا لا؟ فيها. يبقى ده شرط ايه؟ تحكيم. احنا الى اتفاقية فيينا، يبقى انا اروح اشوف نصوص اتفاقية ايه؟ فيينا. احنا الى اتفاقية روما، اروح اشوف اتفاقية روما بتقول ايه؟ بتقول اذا احال الاطراف فض نزاعهم عن طريق اتفاقية روما فيكون فض النزاع عن طريق التحكيم. عن طريق مين؟ التحكيم.
يبقى إذن شرط التحكيم قد يرد، قد يرد كأحد بنود العقد، قد يرد في وثيقة مستقلة، وقد يرد بالإحالة إلى قواعد مؤسسية أو قواعد مؤسسة عالمية أو محلية أو قانون داخلي أيا كان.